التقرير اللي بعده هالايام قاعد نشوف ظاهره انتشار تكرمون الكلاب في سعد العبد الله، في جابر مناطق سعد العبد الله، في منطقه جابر الاحمد، في منطقه الدوحه، في منطقه الصليبيقات، وما ندري وين تجيب هالكلاب. نروح نجيب لهم كوريين ياكلونهم مثلا، وين وزاره الصحه عمليه اصطيادهم ولا عمليه يحطونهم ويخلصوننا منهم؟ اليوم يشكلون ظاهره خطيره. قول شلون؟ في احدى المدارس في الصليبيقات طالع البنت من المدرسه تنتظرها اهلها ياخذونها، ولا يالها ذاك الكلب يحاول انه يعضها ويعتدي عليها. لوم الله انقذها بهالناس الطيبين وكشوا هالكلب. قاعدين في الفلبين احنا. شوف التقرير. شلون؟ والله كلا واحدة فيهم. لما نقول ظاهرة خطيرة، فعلا ظاهرة خطيرة. عيدة يا مخرج، حتى أن الحكومة تنتبه لهذه الظاهرة وتضع لها الحلول إن كانت هناك حكومة ترى وتسمع وتتكلم. أعطني هذا التقرير يا مخرج. شلون؟ والله كلا واحدة فيهم. ماشي، التقرير اللي بعده.